فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل أخذ الأجرة على الأذان هل هو عمل جائز؟ الأجرة تأخذها من أحد ما هو جائز، أما إذا تأخذها من بيت المال اللي هو لمصالح المسلمين فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ، لكن لو قلت أنا ما نمأذن، قلت للتاجر ولا للي عامر المسجد ما نمأذن إلا بكذا وكذا، هذا ما يجوز، عبادات لا يشارط عليها. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.